الحقيقة ب 2008 وقت بلشنا نشتغل ان الجمهور كان حقيقة عنده حالة دهشة وحالة استغراب من اللي عم يصير. مجموعة من المذيعين الشباب والشابات صغار بالعمر منطلقين عم يسألوا أسئلة غير تقليدية، عم يسألوا أسئلة كتير جريئة، أسئلة حيوية معاصرة من الوقت اللي نحن عايشين فيه، شيء معاكس تماما للحالة الخشبية الآلية الروبوت اللي كان متعود عليه الإعلام الرسمي السوري طوال 40-50 سنة، اللي هو مذيع بدلة وجرافي عمره فوق 50 مثلا وجاي عم يسأل أسئلة بلغة فصحى مقعرة إلى آخره. انزلنا على الشارع، عملنا حالة خلخلة لمفهوم الإعلام التقليدي بسوريا. بيوم من الأيام قاعدين عم نشتغل نحن أنا ومجموعة من المخرجين والمونتيرية عم نشتغل، حتى داهمتنا الساعة 2 بالليل دورية من الأمن وطلبوا إغلاق المكتب. صار شوي مشاحنات بسيطة ملنا فيها، يعني صارت ديمو دي وخارج الوقت، لكن صارت مشاحنات وبلغونا ببساطة أنه الكلام منتهي، يجب إغلاق المكتب، هيك الأوردر جاي من مين كذا، مو شغلكم، مو مهم، المكتب لازم يتسكر. وبالفعل ما يعني ما تركونا إلا وطلعوا بالشمع الأحمر تم إغلاق المكتب. حقيقة كان صدمة كتير كبيرة للعاملين اللي هن كنا شي 6-7 أشخاص، صدمة كتير كبيرة إنه نحن ما عم نعمل شي غلط، نحن اللي ما عم نتواصل مع السياسة أبدا. كنا وقتها نحن كان كل شغلنا هو شغل اجتماعي ثقافي فني رياضي، ناس مجتمع مدني أهلي، هذا اللي كنا نحن عم نصوره ومهتمين فيه. يوم بيوم كانوا موظفين الأورينت مراسلين وإعلاميين وصحفيين كانوا عم يوثقوا ويأرشفوا أحداث الثورة، أحداث اللي عم تصير بكل المدن السورية من الجنوب للغرب للشمال للشرق. وافقت أنت على منهج الأورينت أم لم توافق عليه، حبيتها أو ما حبيتها، أورينت تمتلك أرشيف سوريا هاي السنوات الثمانية العجاف، تمتلكهم يوم بيوم. ما عاد فيك أنت تحكي عن هاي السنوات الثمانية اللي هي أخطر سنوات يمكن بالقرن كله عاشت فيهم سوريا بدون ما تجيب سيرة الأورينت اللي هي كانت شاهد أساسي وأحيانا كانت هي الشاهد الوحيد للي عم يصير، لعدد كبير من المجازر، لعدد كبير من المعارك، لعدد كبير من أحداث الترحيل، لعدد كبير من الأحداث الجسام حقيقة اللي صارت بسوريا. حينا ما كان في يطلع غير صوت الأورينت فقط. الأورينت هذا تاريخ، عم نحكي عن تاريخ، هي القناة الإعلامية الخاصة الأولى في سوريا، هذا سبق ما حدا قدر يجيبه قبل الأورينت وتسجل باسم أورينت. أكيد المشهد الإعلامي بدون الأورينت حيكون فقير جداً بسنوات السابقة، لكن مع الأورينت هو حيكون بداية لأنه يكون ثراء حقيقي بالإعلام السوري. أتمنى أن لا تبقى الأورينت وحيدة في المشهد الإعلامي السوري، أتمنى، يعني أنا بتمنى أشوف 10-15 قناة إعلامية سورية موجودين إلى جوار الأورينت. يعني هذا شيء أكيد رح يغني ويسكر عيوب القناة الأورينت.